المشاهد الكريم اهلا مرحبا بك وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني سهره لطيفه ونبيله جدا لانها شله التنس. والتنس زي ما عارفين رياضه مختلفه ورياضه تتميز بايقاع لطيف وراقي. انا سعيد في هذه الحلقه اكون في حضره السيد والكابتن والاداري الاستاذ خالد محمد طلعت فريد. استاذ خالد اهلا مرحبا بك. اهلا وسهلا، رحب بكم والاخوه المشاهدين في اتحاد التنس، اهلا ومرحبا بكم. وايضا سعيد اكون في حضره الزميله والاعلاميه والكابتن، وحقيقه انا دهشت وفرحت جدا انه بين في الاعلام من كانت بطله من الاستاذ 10 من عمرها استاذه منى جحا. اهلا بك يا عماد، كتر خيرك كثير على التقديم الرائع ده، وكل عام وكل الشعب السوداني بخير وعيد سعيد ينعاد على كل البلاد يا رب. الرياضه دائما مرات بتاثر على الشخصيه، لفت نظري الكاريزما، الكاريزما الرياضيه والهدوء والتهذيب، ودي سمات الرياضي المحترف. كابتن واستاذ شهاب الطيب اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، اهلا يا عماد ومرحبا بكم في دار الاتحاد، وكل سنه وانتم طيبين. وانتم طيب. يبقى انا حقيقه ضيف عليكم وسوداني ضيف علي الاتحاد. سيد خالد، ناس كتار جدا بيقفوا قدام الشاشات وبتفرجوا في التنس او كره المضرب كما يحلو للبعض، لكن ما هي التنس؟ متى بدأت تفاصيل هذه الكرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى تاريخيا في الغالب لعبة التنس بدأت في القرن الثاني عشر، وبدأت في فرنسا، يقال إنها بدأت في السجون، ويقال إنها بدأت في القصور الملكية، وأصلا كانت تمارس داخل غرف مغلقة. والكلمة اسم تنس جاء من كلمة فرنسية اللي هي توني. توني معناها استقبل أو ريسيف أو هولد أو أمسك. فكان المرسل لما يلعب ضربة الإرسال اللي هي السيرف دلوقتي بينادي على الأبوننت الخصم من هناك بيقول له توني، يعني استلم، وبيلعب السيرف. وبعد كده كانت بتمارس باليد، كرة باليد، وبيلعبوها باليد داخل الغرف المغلقة والصالات. وبعد كده تطورت في القرن الرابع عشر، بدأت دخلت فيها مسألة المضارب اللي احنا بنشوفها الآن، وخرجت إلى الأوتدور، الأماكن الغير مغلقة، بعد أن انتقلت اللعبة من فرنسا إلى إنجلترا. وبعد ما حصل التقارب بين البلاط الملكي الفرنسي والبلاط الملكي الإنجليزي، وأخذت اللعبة إلى إنجلترا. الإنجليز هم أول ناس طلعوها إلى الأماكن المكشوفة وسموها، جاءت الكلمة من تنس، جاءت من هنا تحولت إلى هذه الكلمة، وانتشرت. وبعد كده تكونت، بقت لعبة ما فيها مباريات، كانت لعبة يعني للهواء وللاستمتاع وللترفيه. ثم بعد ذلك بدأت تكون لها اتحادات ومؤسسات وبوديز، أجسام تنظم هذا النشاط. وأقيمت أول بطولة في العالم عام 1877 اللي هي في إنجلترا في ويمبلدون اللي احنا بنشوفها الآن، اللي هي أقدم بطولة عملت، ثم انتقلت إلى البطولة الأمريكية، ثم بعد ذلك كما يعلم الجميع الانتقال الذي حدث. هذا من ناحية ده بالنسبة للتاريخ العالمي، لكن سودانيا، سودانيا لعبة التنس دخلت مع الدخول الإنجليزي، احتلال الإنجليزي، واصلا جاءت مع الضباط الانجليز، وكان بمارسوها الضباط الانجليز، ولذلك نجد يعني بعد 1900 بعد 1900 نعم. وكان لذلك نجد في كل الثكنات العسكريه، الناس في سننا واكبر مننا شويه يمكن لو بيتذكروا، وكان في ميدان بتاع تنس. وبعد ذلك كان مسموح لبعض الضباط السودانيين الرتب العليا وبعض المدراء للشركات يعني الصفوة يلعبوا لعبة التنس مع الإنجليز. وكان في نادي اسمه النادي، هو النادي الإنجليزي اللي هو في المنطقة بتاعت وزارة الخارجية الآن، ده كان فيه 14 ملعب تنس، وكان نادي خاص بالإنجليز إلا بدعوة من السودانيين لدعوات خاصة، وقيمت فيه بطولات من بدري جداً.
وبعد ذلك في العام 1956 رأى يعني مجموعة من السودانيين بأنه ينشروا اللعبة ويجعلوها متاحة للسودانيين، فكونوا اتحاد التنس السوداني. والاتحاد تكون وبعد بدأ طوالي من تكوينه إنه يفتح الباب للسودانيين للمشاركة والممارسة وتنظيم الناشئين وعمل بطولات صغيرة، وانتقل إلى الدائرة اللي احنا موجودين فيها هنا في العام 1958 وانطلقت المسيرة بتاعته. الجدير بالذكر اتحاد التنس كون الاتحاد الأفريقي للتنس هنا في السودان. الاتحاد السوداني، الاتحاد السوداني للتنس كون الاتحاد الأفريقي هنا. كان آنذاك المرحوم اللواء صديق البنا رئيسا للاتحاد، وبمبادرة من السودان يتكون وقيمت أول بطولة في عام 1973 بطولة أفريقية وقيمت في السودان هنا، وكان شريك أصيل في تكوين الاتحاد العربي بعد ذلك بسنوات، والذي تكون في العراق بدعوة برضو الأفريقي أظن في تونس الآن. الأفريقي الآن المقر بتاعه في تونس. تونس نعم. طيب منى في عبارة جميلة قالت أحلى مستغنمي، قالت آسف غادة السمان، قالت التقينا أنا وغسان كنفاني على قدر فصار العشق. كيف التقت منى يحى بعشق التنس الغدر المتعلق بغادة السمان؟ والله يا عماد أنا بعتبر إنه التنس ده يعني أنا قاعدة مع أخواني حقيقة، أخواني الكبار، وأعتز بهم جدا وفخورة إنه اتحاد التنس. يعني أنا الوالد الله يديه الصحة والعافية كان رئيس اتحاد التنس ورئيس اتحاد الفخر الآن مش كده يا خالد إلى الآن، فأنا اتولدت هنا فقمت لقيت خالد ولقيت شهاب ولقيت كل المجموعة. القصة في البيت يعني ما مرت بيت. أيوة. فاللعبة في حد ذاتها ممكن يكون زول نشأ في مكان لكن ما عنده تالنت إنه يتعلم، لكن إحنا حبينا التنس. يعني أنا حبيت التنس جدا، حبيت اللعبة جدا. الحمد لله لقيت كل الدعم من الشباب. على فكرة الشاب ده يعني كان من فترة من الفترات كان الكوتش بتاعي مدرب. أيوة. فكان بيشتغل معي بصورة كويسة جدا فترة من الفترات العمرية، فلقيت كل الدعم من الناس الموجودين هنا صراحة يعني. نعم. فبعتبرهم كلهم أخوان وكلهم أهل، وده الحاجة الجميلة في اتحاد التنس. أنا دارلت في انتباهك لحاجة مهمة يا عماد، اتحاد التنس ما بيشبه الاتحادات التانية والأندية التانية. الناس هنا الانفايرمنت صحية جدا، البيئة هنا صحية جدا. أنت ممكن تجيب أطفالك أنتوا كأسرة، في امان عالي، في 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 راحه نفسيه كده بتحس بها لما دي نقطه مهمه جدا بالمناسبه لما تجي النادي على فكره. يعني المكان جميل، يعني انا ما بعمل اعلان المكان لكن حقيقه يعني يستحق انه الناس والله تجي وتقعد وتسجل وتشوف النادي لانه مريح نفسيا يعني. ويستحق سؤال مهم جدا للاستاذ شهاب اللي هو سيد خالد فضل، قال والله يا اخي التنس هي لعبه بدت في فرنسا طورها الانجليز او استقطبوها الانجليز، صحيح ما بده يكون جزء من التنافس الثقافي بين الامبراطوريتين ديل يعني، لكن ظل في سؤال تاريخي استاذ شهاب في انه التنس لعبه متعلقه بالارستقراطيين. صحيح. طيب لو مسكنا مدخل السودان في التنس، وبرضه السودان في الفتره ديك في كره القدم يا ده يمكن يكاد يكون تقدم حتى على كره القدم تقريبا، هل المساله دي عندها علاقه بطبيعه اللعبه نفسها ولا ده ظرف التاريخ خلى التنس يكون متعلق بالارستقراطيين بس؟ في السودان ما كان كده. في السودان طبعا في الستينات والسبعينات يعني عكس الان تماما، يعني الطبقه الصفوه في المجتمع هي كانت الطبقه الوسطى اللي هي طبقه ايوه المتعلمين الخدمه المدنيه. نعم. وعشان كده كنت بتلقى اغلب المشتركين هنا في الاتحاد واللاعبين واللاعبات اهاليهم كانوا هم موظفين الدوله، فابدا ما عنده علاقه بالطبقه الارستقراطيه اللي عندها المقدره الماليه، لكن كانوا بيطلعوا برا السودان. دي نقطه مهمه جدا. قصدك شنو بيطلعوا يعني بيسافروا من ضمن التنس؟ أيوه. يعني لا من ضمن حياتهم ذاتها، يعني موظفين الدوله الكبار كانوا سنوين في التذاكر، يعني كان موظف الدولة كان موظف مقتدر. نعم. وكان متعلم ومثقف ويفهم يعني. أيوة. يعرف جيدا أهمية الرياضة لأبنائه. ده بيفرق كان
منشطة التنس، يعني إنه هو كان من صفوة المجتمع المثقفين والطبقة الوسطى ورجال الدولة من القوات النظامية ومن الوزارات القضاء وأساتذة الجامعات وكده يعني. فدل كانوا هم المخزون بتاع عضوية التنس ونادي التنس واتحاد التنس. مونة قالت عبارة لطيفة قبل شوي، قالت أنا قمت لقيت التنس في بيتنا قاعد، والده هو رئيس النادي. أنت لقيت التنس ده كيف؟ بشكل شخصي يعني. والله بشكل شخصي كان الوالد الله يرحمه في سنة 73 كان في زيارة لإنجلترا، وفي أثناء زيارته في لندن كان بتفرج في التلفزيون على بطولة ويمبلدون، وطوالي جاء من هناك جايب لينا المضارب مع طوالي. طوالي مين هناك؟ قال أنا حاوديكم التنس، أنا وأخوي الأكبر مني على الدين، وعندي أخواتي الاثنين لمياء وآيات. فجينا كلنا إحنا الأربعة، أنا وأخواتي، دخلنا التنس، بدينا التنس، والدخل إياها من سنة 74 تاني ما طلعنا. معلومة ومرة اسمها. شفت أنا شاطر كيف يا أبونا، طلعت حاجة كويسة. سيد خالد، يعني لو أنا أخذت كلام سيد شهاب وأستاذ منى في أنه هم التقوا مع التنس على قدر، لكن أسرة طلعت فريد والراحل محمد طلعت فريد تحديداً عنده دور رياضي كبير جداً. إسقاط المسألة دي أول حاجة على شخصيتك أنت الرياضية، وبعد ذاك على التنس نفسه كلعبة تميز بها. والله أنا لما اتولدت في البيت كان في ميدان تنس، اللي هي بيوت الحكومة الزمان دي. أيوة. كانت بيوت كل البيوت فيها ميادين تنس، اللي هي البيوت هنا جنب القيادة العامة دي. والتنس ده جيته ببول شير، يعني أخواني الكبار كان بيلعبوا، والدتي الله يرحمها جات سايقاني بالبتاع ده عشان اتفرج في اخوي عادل ذاك الكبير ذاك بيلعب في النهايه يعني. ومشيت بالرغم انه بدايتي في الرياضه ما كانت في التنس اصلا، يعني كنت لاعب كره قدم، بعدين كنت سباح، بعدين كنت بطل الناشئين في تنس الطاوله، ثم بعد ذلك كنت اون اون اوف بجي التنس ده مع ناي وبمشي، وبعدين بعد ذاك يعني انتظمته. الاسره بالتاكيد، لانه شقيقتي الكبيره مديحه كانت بطل التنس، وعادل وسامي، والوالد رحمه الله عليه ايضا كان لاعب برضه بيمارس التنس الى اخر ايامه يعني. و الانفايرمنت الجو العام اكيد اثر في في في, في العمليه. طيب لو اختبرت ذاكرتك، يعني طبعا احنا بنتكلم عن الستينات او اخر الستينات تقريبا، مش نعم، لو اختبرت ذاكرتك بالأعمال ما التوثيق بس يعني يعني كمية الناس اللي كان بيلعبوا تنس وقتها العدد نقطة مهمة جدا افتكر العدد كبير. آه. التنس يعني زي ما ذكرنا وتفضل الأخ شهاب ذكر، كان مرتبط بالميدل كلاس، يعني الطبقة المتوسطة. وهم كانوا النخبة يعني إليت، نقدر نقول مش من ناحية مال، من ناحية تعليم وثقافة يعني. نعم. وده عددهم كان كبير، وكان في الجاليات في الوقت ده، كان في الجاليات وكان في الأجانب في السودان، لا زال وجودهم في المؤسسات الأجنبية زي شل ومع NCR وموبيل. نعم. كان تلقى المدراء والسفراء والكذا، كان عدد كبير جدا جدا بيجي وبيمارسوا لعبة التنس. الأجانب كانوا موجودين في البلد كثير، فده ساعد كثير جدا انه اللعبه تنتشر وانه ناس كثيرين جدا. وكان في انديه خارج الاتحاد هنا، النادي الكاثوليكي، الماركنتايل، النادي الالماني، انديه كثيره فيها ملاعب تنس. طيب انا يعني حاسوق الكلام لمنى، وفي نقطه يا منى انا قبل ما نخش التصوير قلت لك حفاجئ بمحور لطيف. مرات كل لاعب عنده مدلول نفسي على الانسان. التنس الحركة مرات فيها تفريق لمشاعر غضب، تفريق لمشاعر حزن. المرأة بالذات مرات تكون عاطفتها جياشة جدا، والمرأة أكثر تأثرا بالأحاسيس. فهل في تجربة منى الإنسانية مع التنس تحس إنه مرات التنس بيكون راحة لك بعيدا عن هي فكرة هي ذات رياضة؟ بالتأكيد شوف الرياضة دي بغض النظر عن أي فهم أو أي حاجة، هي بحد ذاتها حاجة مريحة جداً للإنسان. فلك العقل السليم في الجسم السليم، فلما تكون
مواظب الرياضة بشكل كويس جدا بتكون متوازن على فكرة، بتكون متوازن نفسيا، بتكون متوازن عقليا، قادر عندك طاقة، الانرجي حقتك دي بتقدر تفرغها بشكل كويس. حتى الغضب بتكلم عنه ده sometimes او بعض الحين من يعني ممكن افرغه فعلا في المضرب او في الكوره او كده، لكن انا بفتكر الرياضه مهمه. الرياضه احنا بديناها في عمر صغير جدا، بفتكر انه او مهم جدا. يعني انا برضو بتكلم بناشد الاسر انه خلوا اولادكم اطفالكم يلعبوا رياضه، ما بس تنس، لكن يتريضوا منهم صغار، لانه بتغنيهم عن مشاكل كثير جدا في المستقبل بالمناسبه. أيوة. بالذات صحيه بالتاكيد. نعم. فبتبني جسديا الطفل بشكل جيد جدا، بتخليه حتى التركيز للدراسه ذاته بيكون عنده، ما بكون عنده وقت فراغ بالمناسبه. اذا خليت له مثلا عنده في الاسبوع يوم سباحه، يوم كوره، أو اي رياضه هو حاب ينتمي لها، او فنون او نوع من الفنون، الحاجه دي بتفرغ الطاقه السلبيه، بتنمي، بتطور فيك حاجات انت ما بتكون ذاتك عارفه هي شنو. بتديك الثقه بالنفس، بتديك الدافع للحياه انك تكون شاقف، انك تتعلم وانك تطور نفسك وانك تكون شخص متجدد. فالرياضه مهمه جدا جدا. كده لو برضه اختبرنا ذاكرتك، هي ذاكره قريبه ما بعيده. أيوة. اول مباراه لعبتيها، مرات التنس فيه خوف، مش يعني ازول لو ما شجاع خاف من الكوره تضربه، وده احتمال وارد. وانت كأنثى يعني شوف، ما خفتي في القصه دي؟ ما عندها علاقه بأنثى وبرجل، لكن عندها علاقه بالتربيه والنشأة نفسه. انا الوالد يعني الله يرضى الصحه والعافيه، شايفك في شاب طوالي السؤال عجبه ورضى عجبه اكثر كمان. الوالد شخصيته قويه جدا، فانا متاثره به شديد من ما انا يعني صغيره معاه طوالي، فطريقته في الحوار، في النقاش، في فكنت بستمد منه وستيل بستمد منه الطاقه والقوه دي يعني. فلما لعبت تنس زي ما قال خالد زمان كانوا بيجيبوا بالعربيه، انا كمان برضو نفس بالعربيه، فقمت لقيت روحي في التنس يعني. فما كان في خوف، بالعكس كان في حب كبير جدا، وكان في شغف عالي جدا انك تتابع المباريات العالميه وتتابع التطور حق اللعبه نفسها، وانك كيف تكون مواكب. فدي الحاجه الممتعه يعني، فما كانت ممتعه اكثر من ان هي تكون خوف صراحه. سيد شهاب الطيب، انا مرات بحس انه كل زول بقرا تفكيره من خلال هواياته. نعم. يعني قطعا الزول هوايته يلعب شطرنج بيختلف من الزول بيلعب طاوله. صح. التنس كرياضه هي زي ما تفضل سيد خالد جبيل قال، هي ممكن تكاد تكون سابقه لكره القدم كمان، وحتى في السودان هنا قد تكون موازيه لكره القدم يعني. اذا خلال المريخ 27 ايوه، لكن ما اي زول بيختار التنس. انا حكون شويه فلسفتك في القصه دي بتجربتك على مستوى قراءتك للتنس كلعبه، كمشاهدات، كمشاركات، يعني الانسان بيختار التنس تصفه شنو سيكولوجيا؟ لعبه الحاجه المهمه يعني لازم انا يعني اخذتك في الصوره انه التنس ده لعبه تشمل كل الأعمار وجاذبة لكل الفئات. يعني ده المنشط الوحيد في التنس اللي بتلقى فيه آنسات وسيدات وأطفال ورجال وشباب وأطفال، بتلقى أعمار فوق 70 سنة 75 سنة بيلعبوا تنس، ومستمر الحكاية دي لحد الآن. فالتنس في السودان لعبة شمل الرياضة الوحيدة شملت كل الفئات والأجناس يعني، الناس مارسوها. ده منشط التنس كان مميز عن كل الانشطه الثانيه في لكن صعب نقدر والله يا اخي انا مثلا اقدر اقرا مونه نفسيا في لاني اخترت التنس. معناها مثلا زوله شجاعه، زوله بتحب التميز، زوله ما بتحب ال 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 الهزيمه مثلا، غير الهزيمه. ما في ناس ما بحب يكون جزء من القطع. ودي نقطه. هو طبعا اللعبات بتتفق معي فيها، انا بتفق معك انه اللعبات الفرديه أيوة. داير ليها صفات شخصيه اقوى واوضح للنجاح فيها، وكاريزما يعني. نعم. اللعبه الجماعيه مجهودك بيتكامل مع الاخرين، لكن هنا انت اصلا هي طبعا التنس معروف انها لعبه بتاعت اعصاب وتركيز داخلي، والنجاح فيها بيعتمد جزء منها على التركيبه النفسيه بتاعتك. ايوه. هل هي بتقبل الانهزام بسهوله ولا لا؟ هل هي لما انت تكون في لحظات في المباراه
في لحظة هبوط ومتخلف عندك المقدرة إنك ترفع نفسك وتحفز نفسك وتصلح من النتيجة في أثناء المباراة. عادة اللعبات الفردية بتحتاج لها لتكوين نفسي أقوى من اللعبات الجماعية. وده والله ده محور مهم جدا أنا حناقشه معاكم مع سيد خالد وأستاذ منى، لكن بعد الفاصل تابعونا أعزائي المشاهدين. بعد الفاصل كونوا معنا. متواصلين اعزائي المشاهدين، احنا لسه في شله التنس وضيوف الاستاذ الكابتن خالد محمد طلعت فريد، الاستاذه منى جحا، والاستاذ شهاب الطيب. واستاذ خالد، في اشياء مهمه جدا في لعبه التنس حق الناس تقيف عليها، اللي هي تحديات اللعبه نفسها. طيب لعبه التنس لعبه فردية، ويعني لاعب التنس من صغير لازم يجهز انه دي لعبة فردية ما فيها الجماعية اللي هي دي الناس بيميلوا لها اكثر، لانه روح الجماعة وكذا لعبة التنس ولا اللاعب بيعتمد فيها على نفسه. لكن انا برى من اكثر المعوقات انه الفهم العام لدى الكثيرين بانه اللعبة دي منغلقة على شريحة معينة في المجتمع، وده غير حقيقي. صحيح في العالم عالميا اللعبه ليه سموها ذا جيم اوف كينجز، يعني لعبه الملوك، وليه سموها الكره الصفراء الخاصه، لانه هي بدت في الحته ديك في القصور زي ما قلنا، لكن بعد شويه بعد سنوات العامه بيجوا بيمارسوها. ارتبط دخول السودان بانه برضو اللعبه دي لعبه بتاعت جل ضباط الانجليز ودخلوا، وكان في مسموح لسودانيين معينين وكذا، ارتبط بالحاجه دي، خلت في عائق، في حاجز مانع بين الناس وبين ممارستهم للعبه. في ناس كثيرين جدا بيفتكروا انه الانضمام عشان تمارس لعبه التنس حاجه صعبه وكذا، هو اسهل ما يكون، لكن هم لانهم اصلا ما بيسالوا وخاتين في ذهنهم الحاله الذهنيه بتاعتهم ان اللعبه دي عندها معوقات، معوقاتها انها مكفوله على ناس معينين، برضه خلت الناس بعيدين. الشيء الثاني، التحديات الثانيه، خلينا نقول نتفق على انه الرياضه دي صناعه، زول ما بيعمل مصنع، عاوز مواد خام، عاوز تكنيكال نو هاو، ناس عندهم خبره، عاوز اليات، عاوز راس مال عشان تشغل الكلام ده كله. الرياضه هسه كده في العالم مفهومه كده، ده انت لو عاوز منتج كويس، عاوز بطل، تطلع بطل في اي لاعب كوره، سباح، لاعب تنس، لازم تشغل المنظومه دي كلها عشان في النهايه تطلع البطل ده، وده كله بوقت. احنا عندنا الحاجات دي عندنا بينقصنا هنا في المقام الاول التمويل، زينا زي حال الرياضه في السودان كله. للاسف الشديد الدوله يعني في سنوات، انا عشت سنوات الى سنوات مثلا الرئيس الله يرحمه الراحل جعفر نميري، كانت الدوله بتهتم بالرياضه اهتمام حقيقي يعني، وهو شخصيا بيهتم. والحقيقه الرياضه في السودان هنا ارتبطت بالشخص القائم على الامر، إذا كان هو مهتم بالرياضة بتنتعش، إذا كان هو ما ليه بالنايب يعني، ما في منظومة، ما بنقدر نقول في منظومة مخطوطة بتدير الحاجة. مسألة الاهتمام، كل المناشط بتعتمد على نفسها اهتمامات كاملة، مع إنه يعني أنا برضو جزء من قراءتي في تحضير الحلقة عرفت إنه مجموعة من السياسيين مارسوا اللعبة، يعني مثلا إسماعيل أسهري، جعفر نميري نفسه كان لاعب تنس وكان سباح، يعني الصادق السيد الصادق عليه رحمة الله. يعني مرات السياسي لما يكون بيحب رياضه معينه او بيلعب الرياضه المعينه، طبعا نحن واحده من الحاجات الجميله انه الان مستمتعين بالحلقه وكره التنس تتساقط علينا يعني، مش كده؟ تتساقط نبيل ولطيف. فواحده من الحاجات المهمه انه مرات لما يكون السياسي هو محب للعبه او محب لفن من الفنون، افتكر دي تدعم. صحيح. تدعم المساله. ايش يا سيد شهاب؟ صحيح. كانت يعني في مثلا في السبعينات المنشط التنس كان منتعش جدا. نعم. يعني كان عدد الأجبال في الدار دي بس غير الأندية البرة قريب بالألف شبل، يعني أنا شخصياً كانت سنة 74 البطاقة بتاعتي كان رقم 774، وكان وانت طبعاً شبل وقتها وكان نمير الله يرحمه كان
زي ما قلت هو كان بيمارس اللعبة وكان بيجي مرة مرة بيلعب تنس هنا وكان مهتم، فقام دعمنا كان بعرضات بتاع الترحيل لأنه من كثرة العدد الأشبال كان كثير والممارسين كانوا كتار، كان ما كان مسموح لنا نلعب كل يوم، فقسموا الأسبوع لنص، نص الأسبوع ثلاث يوم لناس الخرطوم والثلاث يوم الأخرى لناس درمان وبحري. فالعربية بتمشي تجيب الأشبال من درمان وبحري وفي الأيام الزوجية اللي هو كانت المناطق تحت الخرطوم، فكانت منتحشة. ويعني التنس دخل الدورة المدرسية، يعني إحنا هنا لعبنا مباريات تاعت منشطة التنس داخل الدورة المدرسية. دول دورة مدرسية فيها تنس. طبعا الناس أنا ما معهم يعني. لا. يعني ما تفتكر. أنا فاهم فاهم كلامك. يعني. أنا بفتكر كانت في 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 في, في الثمانينات في أول الثمانينات. يعني أنا شخصيا كنت. أول مشاركة دورة مدرسية للتنس أول الثمانينات. يعني. بنوثق. كان دورتين مدرسيات أنا بتذكرهم كانوا هنا فيما منشط التنس كان مشارك فيه، وكان حتى التنس دخل في الأندية، يعني كان في بطولات للأندية وكان الفاينل ده كان فيه ناس الهلال ضد المريخ، يعني إحنا جاتنا جماهير خرافية من برا. كلامك أول منشط الرئيسي كان سامي طلعت افتكر يا خالد كان بيلعب في الهلال وعادل طوبيا كان بيلعب في المريخ. مريخ. يوم الفاينل ده الشجر ده الناس كانت معلقة في الشجر. كلامه ده قال عبارة مهمة جدا وخطيرة، قال ثلاث يوم ناس الخرطوم وثلاث يوم بحري ومدرمان، معنى ولد الخرطوم كان أكثر في التنس. هي مش الخرطوم، هي الخرطوم بمعنى نمرة اثنين والرياض والعمارات. ما ده سؤال في إنه كده ذكينا الأسر الأولى يا سيد خالد ال اهتمت بالتنس، يعني نقول سيد طلعت فريد الجهة في ناس طوبيا. فريد طوبيا أيوة حامد الفيل حامد الفيل الفيل دي ناس مدرمان حامد الفيل أي مدرمان أيوة سيد الفيل نعم الشوش الشوش في ناس تاج السير الشوش نعم في محمد علي عامر المرحوم محمد علي عامر وأبنائه النجومي وفي ناس النجومي برضو يعني أسر كثيرة جدا يعني معظم الخرطوم لكن لا ما ايوه معظم الخرطوم معظم الخرطوم حقيقه ما عشان الموقع كمان قريب في الخرطوم وكده فالناس هما ده سؤال برضو يعني الدار هنا تاريخ 200 انا حابب برضو اضيف لك يعني نبذة عن بدايه الاتحاد ده لانه في حاجتين في رجال يعني الله يرحمه ويغفر له زول لازم يديم حقهم يعني في التاريخ بتاع التنس في السودان يعني التنس في 58 الدار دي ساهم فيها كثير طبعا عما الله يرحمه طلعت فريد اللي هو كان في الوقت ذاك وزير الاتصال والاستعلامات ولو تتذكر هو طبعا هو برضه هو ساهم منه هو المنح الاراضي للساده المريخ والهلال وكده ايوه الدار دي هو كان جات عن طريق الله يرحمه وكانت افتكر زي ما خالد كان ذكر لنا كانت اخذنا قرض 15000 جنيه عشان تتبني وكانوا في ناس معاه مهمين زي عمنا شكري قرنفلي الراحل شكري قرنفلي وعمنا مامون بحيري وكانت زي افتكر قريبة 12 فدان يعني في الوقت ذاك يعني حي كبيرة حي كبيرة يعني نعم. وكانت عبارة عن غابة الناس زي اشتغلوا في الحتة دي بأياديهم وبعمارهم من إمكانياتهم الخاصة قطعوا الأشجار دي كلها وكان المهندس بتاع عمنا الراحل أليكس كافوري هو أليكس كافوري طبعا هم أصحاب منطقة كافوري المعروفة وكان هو مهندس مدني هو اللي صمم الخرطة تحت الاتحاد ده بشكل هدية أيوة. وأنا صدف إنه قبل ما توفى عمنا أليكس كافوري ده أداني الدرافت الأورينال بتاعه بتاع الخرطة تحت الدار دي يعني فديل هم الناس بجهدهم الخاص قدروا أسسوا الدار دي بشكل هذا يعني السيد خالد عندك إضافة للكلام ده يعني برضو أنت قريب للملف شديد أيوة يعني هي زي ما ذكرنا الاتحاد يتكون 56 وكان يتكون في نادي الثقافة اللي هو في وزارة التجارة الخارجية في شارع القصر يعني وكان هناك في ملاعب وبعدين انتقل هنا عام 1958 منحت هذه الأرض بواسطة وزارة الاستعلامات والعمل والأول اتحاد تكون كان برئاسة المرحوم شكري قرنفلي وعضوية
ألفي بولس ومحمد علي عامر وفريق طوبيا وكمال أميري ومحمد توفيق ومحمد كمال أميري وطلعت فريق. ده كان أول اتحاد يتكون وبدوا النشاط من النشاط بتاع الاتحاد كمؤسسة لطرع لشؤون اللعبة في كل أنحاء السودان من ذلك العام من 58. انضم الاتحاد في نفس العام للاتحاد الدولي للتنس. يعني الاتحاد الدولي للتنس في العام بتاعه المئوي رسل لنا هنا يعني شهادة بأنه الاتحاد منذ عام 1958 عضو في الاتحاد الدولي. وتم تأسيس الاتحاد الأفريقي وتم تأسيس الاتحاد العربي بمبادرات من الاتحاد السوداني. نعم. منى قبل شيء تقطعي مصطلح سكسي فاول. سكسي لوف. ده نبهني لأنه هل مصطلحات التنس تختلف من مصطلحات الرياضات الثانية؟ هو ده سكور. أنا داير برضو المشاهد اللي ما عنده ارتباط بالرياضة إنتي وسيد شهاب تورونا أهم المصطلحات الأساسية. هل في التنس في فاول زي كرة القدم مثلاً؟ والله يا شاب مش هيك قطش في ما يفعل لكن في حاجه اسمها فولت يعني المخالفه. ايوه خطا اللي مخالفة. خطا بكون شنو اللي هو طبعا يعني الارسال المفروض ينزل في مربع معين التبادل الضربات طبعا داخل خطوط الملعب فالخارج اذا طلعت برا الحدود دي بتكون اوت وفي حاله الارسال بتكون خطا اللي هي الفولت وهو مباراة التنس بيتكون من مجموعتين الستاندرد يعني غير المحترفين من 3 إلى 5 مجموعات. طبعا معلش المقاطعة يا شهاب وعماد التنس عموما في ناس كثير ما بيعرفوا السكور يعني الحساب بيقولوا صعب جدا برغم انه كثير جدا بناس بيشاهدوا مباراة التنس بيحبوها وهم ما لعبوها يعني هي لعبة التنس جميلة جدا انك تشاهدها حتى لو انت ما مارستها قبل كده صحيح لكن التحكيم فيها شوية صعب يعني للناس اللي ما عارفين اللعبة من بدايتها بس اقول لك سكس لوف شنو سكس لوف يعني لوف بمعنى لوف يعني ولا هي زيرو المعنية صح. ولا الحساب نفسها بتكون صح اسمي المجموعة بتتكون من ستة اجيام الجيم فيه 4 نقاط ايوه والبصل بيشيل 6 أجيام بفارق جيمين من اللاعب المنافس ده بكون شال المجموعة لو شلت مجموعتين كنت تشيل المباراة لو تعادلت مجموعة مع مجموعة بتكون في مجموعة فاصلة طيب إذا 6 أجيام دي بالضرورة زول حيفوز ما بيتعادلوا غادي يتعادلوا مثلا تصل 6-6 زي كرة القدم يكون في حاجة إضافية في حاجة اسمها تاي بريك اللي هو فك الارتباط دي برضه دي جميل فك الارتباط يا سيد خالد زي ضربات الجزاء ودائرة لها زول يعني تحكمه في 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 أعصابه بتكون كيف زي ضربات الجزاء في التنس 7 نقاط البصل رقم 7 بفارق نقطتين من اللاعب المنافس هو بيشيل بنفس كرة القدم يعني تقريبا يعني زي البلنتيات في نهاية المباراة عند التعادل في الوقت الرسمي نفس أيوة. الحكاية وأنا برضو بحضر للحلقة عرفت إنه في حاجة اسمها فردي وزوجي دشني يا منى لكن بعد الفاصل الفرد وزوجي تحكم لي الجماعة تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل مرحبا اعزائي المشاهدين بسيد خالد محمد طلعت فريد والاستاذه منجحه والاستاذ شهاب الطيب وقبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم عن فردي وزوجي واستاذ شهاب برضه قال لنا الزوجي المختلط دايرين برضه ناس يتعرفوا على المصطلحات دي يا منى هي طبعا دي هي زي ما قال لك انه اللعبه هي فرديه يعني لاعب يعني لاعب 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 ضد لاعب فممكن أيوة. يكون الزوجي لاعبين ضد لاعبين وفي ميكس مختلط بيته يعني ولد ضد بيته ولد لكن الملعب ما فيش اكثر من 2
الملاعب شنو أربعة، اثنين هنا واثنين هنا. لا يعني بجانب واحد ما في أكثر من اثنين. ما في أكثر من اثنين يعني، ما حصلت غايته، لكن ممكن لقدام ما معروف. ممكن يا سيد خالد وسعوا يحصل تعديل في القوانين. هو الحقيقة في الزوجي في الفردي بتلعب في ملعب. بنلاحظ الملعب في خطوط برة كده. الخطوط البرة دي لما يلعب الزوجي بتخش جوا الملعب. أيوه. ده بيكون بيكبر شوية، ده بيكون التنس من المناسبة العبات الأصلا احتفظت بالإرث بتاعها، يعني ما حصل في قوانين وفي هنا تغيير كثير زي كرة القدم وزي كده وزي كده، يعني كلها باقي على قوانينها إلا من حاجات طفيفة جدا جدا منذ بداية من القرن الثاني عشر زي ما قلنا بقت في القوانين بتاعتها. وانت في أول حلقة تفضلت قلت هي بدأت بالسجون. بدت في سجون وفي رواية، وفي رواية أخرى يقولوا بدت في القصور الملكية. الوهينر الثامن هو ده واحد من الناس اللي قوروا، كان يحب اللعب الفرنسي كان يحبها. ده بيقودنا ل ل ل ل لنرجع لمونة، وهنا هنستخدم يعني محور أنثوي جدا. أول مشاركة لك أنا قبل قلت لك كنت ما مذكرة، لكن كنت صغيرة 13 سنة. مرات المرة عندها تحدي وعناد فينا تكسب، وانت يعني بفضل الله تعالى بمهارتك اصغر بطله للجمهوريه. انا بدات اصغر ذكرياتي في الحاجه دي بالذات. انا بدات تنس وانا طفله حقيقه، يعني يكون مسكت المضرب 5 سنين او 4 سنين في مضرب بتاع بلاستيك كده، احنا صغار بنكون بنتعلم بها يعني. لكن حقيقه اول بطوله كنت اخذتها بشكل رسمي سيدات كان عمرها 13 سنه. كانت البطولة القومية للتنس. يعني التنس زي ما قلت لك قبل هو شغف أكثر من أي حاجة، زي لما أنت تكون بتحب ترسم، بتحب الموسيقى، فأنا بالنسبة لي جزء لا يتجزأ من حياتي يعني. لكن موهبة أكيد، الموهبة لو أنت ما طورتها، لو ما ثقلتها بالمشاهدة بالمعرفة والثقافة برضو بالمناسبة. يعني مهم جدا تكون عارف الحوالينك، البطولات الحوالينك، القوانين، طريقة اللعب نفسها، الستايل، الطريقة اللي انت بتقدم بيها شكلك في الملعب، حركتك في اللعب، دي كلها استايل انت تكتسبها من المشاهدات الخارجية، الأبطال اللي قدامك حتى الأبطال اللي حوالينك يعني. فزي وزي أي رياضة، زي وزي أي ممكن يكون مهنة بالمناسبة يعني. ناس أبطال التنس العالمين دول كلهم، في ناس فترة من الفترات بيكونوا دي مهنتهم احترافية. أيوة إنهم يلعبوا تنس زي كرة القدم في أكاديمية حق التنس. نعم. أيوة ده بيقودني لكابتن شهاب. يعني أنا لاحظ من بدأ الحلقة أستاذ شهاب هنا كابتن شهاب لأنه أيوة. سؤال فني جدا. أنت كمدرب هل بتشعر والله يا أخي مونة دي جاتك من البداية هي ممكن تمشي لقدام في اللعبة؟ يعني عندكم معايير للمسألة دي؟ نعم. تقدر تكتشفها موهبتها؟ تقبل مونة قالت كابتن شهاب ده عنده عليه أثر كبير جدا. نعم. فالمسألة دي عندها أثر في المسألة، كيف أنت كمدرب تقدر تعرف؟ هو طبعا الممارسين كثيرين كانوا. أيوة. لا يزالوا يعني، لكن طبعا لما تصل لمرحلة أنك تبقى بطل وتاخذ منافسات وكذا جوائز، دي طبعا بتكون متفرد من الآخرين. فإحنا كان دائما بنفتش للاعبين المميزين ديل، لأنه يعني بطولة كرة القدم داير لك تيم فيه 30 لاعب عشان يحرز لك بطولة. أيوة. أنت هنا عاوز لك لاعب أو لاعبة واحدة تحرز لك بطولة. ويعني لو رجعنا لمنى في آنسات كتار في تاريخ التنس ذا عملوا إنجازات كبيرة يعني وكانوا بطلات. بعدين كالجميل في التنس ذا أنت بتلقى أبطال عمر 14 سنة وأبطال عمر 18 سنة وأبطال سيدات ورجال فوق. نعم. فديل كلهم يعني الفترة السنين اللي فاتت دي احنا كان عندنا أبطال على 14 سنة وشاركوا في منافسات أفريقية وكده وجابوا نتائج يعني. ومونة طبعا كانت مميزة، لكن نذكر برضو هنادي علي طه وإدشاء زمانك في الستينات في ريال محجوب مايد السنوسي، يعني كان دي الأسماء دي الأسماء المميز رهين. كان الوجود بتاع الآنسات والسيدات وكذا كان طاغي. نعم. يعني دي الحتة الوحيدة تبتلقى فيها
كل الأعمار بتمارس وكل الأعمار عندهم منافسات في فئات بتاعتهم. نعم. طيب سيد خالد، كلام كابتن شهاب ده قدني لي نقطة لطيفة جدا وهي برضه مشتركة بيناتكم، اللي هي رياضة كرة القدم. الناس يتكلموا عن عبقرية مارادونا مثلا، وفي كثير ناس بيقارنوا بين مارادونا وميسي يعني. صحيح الناس يجير العصر ومارادونا، والله مارادونا لا يعلى عليه أو ميسي أفضل، لكن الناس اتفقت في انه والله مارادونا واحده من قيمه، انه برغم انقصار حجمه مارادونا بيفكر، هو لاعب بيفكر. هل التنس كرياضه تعتمد على السرعه فقط ولا السرعه والتفكير، وايهما اسبق؟ التنس اصلا معروف انه منتال جيم اساسا، دبه البيز بتاعه تحت التفكير، تحت التفكير وتركيز. انت لاحظ انت يعني في حاجه اسمها المنتال تافنس دي، يعني القوة الذهنية. لاحظ اللعيبة العالميين ديل بيلعبوا مباراة من 3-4 ساعات فيها تركيز منقطع النظير، ما فيه أي حاجة بتشوفه في التلفزيون، بيكون بيركز الوقت ده كله هو براو في الملعب، ما معه لاعب. مارادونا ده ما بيلعب معه ناس، أيوه ده ما معه زول، ده براو بيركز المباراة دي، بيركز في كل ضربة. وفي مرات أبس أند داون، اللاعب ده بيكون نازل مغلوب وفجأة بيركز، ركز طلع جه وداك وهكذا. المباراه فيها مراحل ودائره، فهو منتال جيم. والطريف في الحته دي انه اللعيبه العالميين ديل كلهم جزء كبير منهم جدا بيمشي بشوف محلل نفسي سايكاتريك عشان ينمي له المقدره الذهنيه دي بالله، وعشان يعني الناس اللي عندهم الهنجر الزعل زي ناس جون ماكرو وبيكر وديل بيمشوا يقابلوا السايكاتريك ده عشان يظبط لهم امورهم عشان ما يفقدوا الحاجه دي. لكن هي ميل اللي بتعتمد على الـ على الـ على التركيز والقوه الذهنيه والمثابره وكذا. ولذلك بتلقى التمارين بتاعت اللعيبه اللي بيلعبوا دي بتمرنوا في اليوم 4-5-6 ساعات. طب ده سؤال جميل بتاع الدلاله النفسيه للاعب. صحيح. نعم. وسط سيد خالد اضاف لي اضافه كويسه جدا. منى، يعني المرأة بطبعها شديدة التركيز، يعني هسه ممكن لو مرقنا بالسهر دي سيد شهاب لو قلت له ضربت التليفون كنت لابس بدلة شو ما اقدر اذكرك، كيف بتذكرها بطبيعة المرأة يعني. هل في تقديرك المرأة في التنس ممكن تكون اسرع في ردة فعلها او في تعامل اكثر من الرجل من خلال سيكولوجية المرأة نفسها، طبيعة خلقها الإلهي؟ كيف اسرع؟ يعني ما يعني المرأة دائما هي ذكاها سريع، انتباهها سريع. شوف، هم السيدات في التنس وضعوا بصمات، يعني في هنادة على طه، في نواجح اخت الكبيره، في ساره كرار، ويد الشوش، يعني حتى على مستوى عالمي سيرين في ريال، يعني انا بتكلم عن على المستوى على اتحادنا هنا في السودان. نعم. فوضعوا بصماتهم حقيقه، يعني وضعوا بصمات كويسه جدا. واحنا بعد ذاك جينا يعني بعد ذاك احنا جينا بعد ذاك استلمنا الدفه زي ما بيقولوا. في يعني قدروا يضعوا بصمه كويسه جدا في اللعبه، قدروا ينجحوا في اللعبه نفسها بالمواظبه، انهم كانوا نساء عندهم حتى بعد ما يعني بعد ذاك بيجوا ببيوتهم مسؤولات. أيوة. ببيوت. نعم. بيواصلوا يعني. طيب يعني اذا سقطنا الكلام ده عن تجربه منى منجحة الاعلاميه، وانت يعني من الجيل اللي يمكن اول الناس بديتوا اذاعه الاف ام صحيح في السودان، هل تجربه التنس وبالمناسبه الاف ام هي قاح سريع صحيح، دي نقطه مهمه جدا صحيح، هل تجربه التنس ممكن تقول يعني ميزت منى من اول الاصوات النسائيه في المساله دي؟ شوف، هو التنس بلا شك اضاف لي كثير جدا، اضاف لي كثير جدا. يعني الرياضه في حد نفسها ادتني زي ما قلت لك الثقه بالنفس، انك تلعب وانك تركز، تكون مركز في الميدان، مركز في الماتش اللي قدامك، انك انت داير تكسب، انك انت عايز تنجح، في طموح بيتكون عندك انك تحقق اهدافك من ضمنها. الحاجه دي بتستصحبها معاك حتى في الحياه العمليه بالمناسبه. أيوة. بتلقى روحك اوتوماتيكلي انت في نفس السيستم اللي في الميدان قادر تنجح. انت ايوه، انت حياتك بقت تارجت لحاجات معينه لازم تحققها، اهداف زي ما انا في الميدان بكسب دايره اكسب في حياتي العمليه الثانيه. التنس ايقاع، والموسيقى ايقاع، والاعلام ايقاع. الاف ام اول ما ظهرت الايقاع كان فكرتها سريعه جدا. نعم. ففعليا كانت الحاجات كلها ممكن نقول عليها متقاربة. زي سيركل
مربوطة مربوطة ببعض. لكن التنس هو الأساس، الشكل في شخصيتي حقيقة يعني، شكل يعني شكل في حاجات كثيرة جدا في تفكيري، في الطريقة حقت انك تستهدف، انك تنجح في حياتك، تنجح كيف انك انت تكون مركز في انك تقدر تصل للهدف اللي انت عايزه. ما في استسلام، في طموح دائما انك انت شقوف انك تحقق احلامك، تحقق اهدافك، بتخليك مجرد من الانانيه بالمناسبه. نعم سيد شهاب، انا وانت بزنس مان، نعمل لك اعلان مجاني يعني. شايف مو نعمل صفقه معك كويسه. انا تحسيني عباره جميله سيد خالد بيقول دائما انور السادات في 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 مذكراته، قال انه لما تستعصى عليه مشكله هو في رأس الدوله المصريه كان بيرجع للزنزانه 54. هي علمته طريقه تفكير مختلفه لمجموعه حلول يعني. فهل مرات البيزنس ما بيحتاج يكون على طريقه التنس عشان يحقق صفه محدده؟ والله شوف، انا التنس بالنسبه لي لايتو السؤال ده احنا بنهدي له مستر ويد يعني. مهم جدا. لا ويد لانه بيلعب تنس. نعم بيلعب مع بعض تنس كمان. لا انا دار اقول لك شوف، يعني اي رياضه هي بتعمل تفريغ للشحنات الزايده بتاعت القلق النفسي. اقول لك بين الليمون التفريغ اللي والتنس بالذات، لانه هو طبعا مناطق عباره عن ميادين مفتوحه. يعني انت حسب شفت التنس زلو عينت الناحية الثانية هتلاقي كمية من أيوة. النجايل الخضراء والطبيعة فيها جميلة. والرياضة عموما مفيدة لانك تترتب نفسيا وتفكر بطريقة كويسة وكذا يعني. نعم سيد خالد، لو قلنا لك اصعب مباراة لعبتها وذكرياتك فيها، والسؤال ده داير برضو الشباب ديل كل دول يذكر سريع، اصعب مباراة والطف مباراة. والله كل المباريات صعبة. لا يعني فيها حصل فيها موقف ما بتنساه. والله أنا بتذكر يعني مباراة كان لعبتها في الصومال، وبعدين كان دي في كنا في الدورة المدرسية هناك، وكان الصوماليين عندهم واحد ولدهم ده جايبينه ودوه إيطاليا يتمرن وجايبينه يشيل البطولة دي، وبعدين قام وقع معي في الدورة قبل النهائي. فالجماعة ديل كانوا مرتبين اللي جابوني من الساعة 8 صباحا، بعدين قالوا لي الماتش يتأجل ودردقوني كذا لأنه دايرين أن أنا ألعب في صالة مغلقة بالليل في ملعب مختلف عن الملاعب اللي فيها برا. ولعبنا، دخلوني جوا الصالة وهم متمرن على الملاعب دي وكذا ولعبنا. وأنت ما متمرن عليها؟ لا أصلا ما قلت كذا، كان ممكن حتى المدرب بتاعي في الوقت ذاك المرحوم محمد عوض قال لي يا أخي ممكن نحتجها. أيوه قلت أصلا ما بنحتجها بس بنلعب. يا سلام. لعبنا والماتش انتهى بسرعة جدا يعني، انتهى لصالحي بسرعة جدا جدا، لكن في حسمته اي ما الحاجة ما، وهو لأنه الحقيقة أنا جاي مرتاح وهو جاي مشدود، دي الحاجة اللي أنا عرفتها، دي من الحاجات المهمة اللي بتوريك لها التنس ذاته. يعني أنت نظرتك للإنسان اللي قدامك ده، التنس فيه زي ما قلت لك سايكولوجيكال بارت كثيرة جدا، حالات الذهنية اللاعب ده الكذا، ما تخلي اللاعب ذاك يفكر يعرف أنت بتفكر في شنو، ما تزعل، ما تتنرفز، ما كده كله دي من الحاجات اللي بتشكل الاستراتيجية بتاعتك بتاعتي انت كلاعب تكسب كيف. هدوءك بعين له الشخص اللي هناك ذاك. والتنس يعني في عجالة سريعة كده بس يعني فيه خمسة فاكتورز بيسيطروا على الجيم، اللي هو الأرض السيرفيس بتاع الوضع الملعب اللي تلعب فيه، الجمهور الاودينس الاوبوننس اللاعب ضدك ده، الكلايمنت الجو، الحكم الفوق، الحكم مهم. ايوه كل الناس دي انت لازم تسيطر عليهم، لو ما سيطرت على الناس دي بتخسر. يعني لو بتزعل حتفقد الجمهور وبتفقد الحكم، ولو ما عملت حسابك من الجو بعد شويه يجيك حاله نفسيه تقول انا حخسر عشان الهواء بيجاي وما الهواء بيجاي. طيب الجمهور لو وترك؟ لا تضبط نفسك، هي ده التحدي. ايوه هو الجمهور ده ما بيوترك ساكت، يعني بيعمل موجود الحاجات دي، التشجيع ده موجود وكذا وكذا، لكن انت ممكن تكسب الجمهور ده بسلوكياتك وبالكلام بتاعك. لكن انا اتذكر لك من دون مقاطعه لكلامك، يعني انا اتذكر لك افتكر لعبه كانت اصعب من دي اللي كانت في البطوله العربيه اللي كانت اقيمت في السودان. أيوة. سنه 82، وكان اشرس فريق كان المغرب لانهم كانوا محترفين. أيوة. اغلبهم كانوا محترفين برا وبيلعبوا في فرنسا وكذا. دي مولات فرنسا. هاي. خالد ده انا اصلا ما سكنت خالد في ميدان رقم 2. ايوه. وكان لاعب ضد واحد مغربي اسمه الدليني افتكر. اسلام.
أيوة الإسلام إسلام ولا الدليمي؟ الإسلام إسلام أيوة. وخالد يعني كان صغير شوية، كان فينا سامي أخوه الكبير وكانوا دي اللاعبين أكبر وكده، لكن أنا خالد طبعا من هو لاعب من صغير كنت معجب به جدا لأنه هو يمثل المنتال طفنس اللي هو الصلابة الذهنية، وما كان في حد خاتي إنه خالد ده أصلا ممكن يشكل مغامرة للإسلام ده. خالد ده لعب بهدوء شديد، عمل نموذج مارادونا. وكان في فترات كان متقدم على دليمي. أنا بتذكر خالد ده كان حصل له زي شط عصبي في العضلة الأمامية دي في وقت مهم جدا من المباراة، وللأسف في المجموعة الفاصلة الأخيرة خالد خسر. لكن أصلا ما أنسى لما طلع برا، أنا طلعت ورا اللاعب المغربي كان بيتكلم مع المدرب بتاعه، وأنا كنت واقف بتسمع فيه بيقول في جنوب، أنا بسمع في كلامه، فكان بيقول لهم خالد ده لاعب لئيم. يا سلام، دي شهادة تاريخية يا سيد خالد. فيعني بس هو طلعوا منه خالد الوقت ده كان جاته شدة في العضلة الأمامية يعني. سبحان الله. فكان في جزئية بس داير أقولها سريع جدا. نعم. الرياضة عموما، الرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشيرشل ده نعرفه كلنا. نعم. عنده مقولة مشهورة، قال نحن كنا بنحل أصعب المسائل السياسية المعقدة في المباريات في ملاعب الرياضة. نعم 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 حقيقة. ودي حاجة دي من أميز العبارات في مذكراته. بالضبط. نعم. مو نفضل ثلاث دقائق برضو أصعب المواقف وألطفها. والله دي كانت حياة كثيرة والله يا عماد، لكن بتذكر كان الفاينل بتاع البطولة مع سارة كرهر، يعني رب يعني اطراب الخير يعني سارة. نعم. كنت اتمنى تكون موجوده معانا الليله. هي كانت ضدك؟ كانت ضدي، ووقت ذاك يعني سارة من الجيل اللي قبلنا كان ده حيزعلها، لكن معلش معزوله محترفه يعني. ايوه. فكان التشجيع الوقت ده كله بالنادي كله كان في صالحي يعني، الوقت ذاك كنت يعني صغيره و 14 سنه، فكانوا كل الشباب شايفين انه متعاطفين معاك متعاطفين معاي، فكان التشجيع كله كان موجه لي كده، فكنا بنشتغل لملعب لملعب، وفي الاخر يعني كسبنا المباراة. كسبت المباراة فعلا. سيد شهاب، أصعب المواقف لك والطفها؟ والله يعني مواقف صعبة ما في، لكن كانت من أكثر المواقف اللي كانت فيها تنشن بالنسبة لي كانت لما كان سامية، أنا كنت المدرب بتاعه، وكانت هنا لعب الفاينل بتاع الأنسات تحت 16 سنة، وكانت مرت بمباراة صعبة جدا، واحنا كنا متنشنين معاه، والحمد لله في الوقت ذاك هي أول لعبة سودانية تفوز باللقب يعني بالبطولة الأفريقية. أنا حقيقة والله سعدت سيد خالد محمد طلعت فريد وأستاذة منى جحا وأستاذ شهاب الطيب، سعدت بهذه الحلقة. أفتكر إنها يعني كانت كالتنس نفسها يعني كلعبة يعني، كانت سريعة، إيقاع سريع جدا ولطيف. ولو تكون في الختام كل زول رسالة للأمهات والآباء المتابعين الآن للجيل الجديد من أطفالنا، مش كمان صبيان، أطفالنا، قيمة التنس في كلمتين. والله أنا أدعو الجميع إنه يحسوا أبنائهم على ممارسة الرياضة عموما والتنس خصوصا، لكن يبعدوهم من المسألة بتاعت الشاشات السكرينز الكثيرة، التلفونات والحاجات دي، ويبعدوهم ايضا من العادات السيئه، وده كله بتمنع الرياضه، لانه الرياضه. نعم. بتشكل نوع من الديسيبلين، من انضباط تملى الشخص وبتملى الوقت. نعم. اتحاد التنس بالمناسبه يا جماعه رساله بنوجهها للجميع، الاتحاد بابه ابوابه مفتوحه، عضوياته سهله جدا، برامجه كثيره جدا، والناس ممكن يستفيدوا منه. مؤسسه تربويه من الطراز الاول، الناس كلها كعائله واحده هنا في التنس مترابطه، وفي اهتمام بالنشء واهتمام بالكبار وبرامج جيده. احنا بندعو الناس انه يجوا ويمارسوا ويخشوا في العضويه، يمارسوا اللعبه ويجيبوا ابنائهم، الجيل اللي احنا عايزين نعتمد عليه وعشان بعد ذاك ينهض بالسودان دي اللي قدام ان شاء الله. استاذ منى. والله كلامي ما مختلف كثير عن كلام خالد في انه مهم جدا انه نربي اولادنا على الرياضه، لأنها بتساهم في شخصية الطفل في تكوينه من بدايته، بتخليه واثق في نفسه جداً، بتخليه عارف خطواته. فمهم جداً نهتم بالرياضة في تشكيل النشء لأولادنا، وبرضو بناشد الأمهات هم ساتهم يعني التنس زي ما قال لك خالد،
أبواب مفتوحة يعني. ومكان جميل ومكان آمن جدا للأطفال ولكل الأسر لو حابة تكون موجودة فيه يعني. وجنة إضافية بالضبط كده. تمام سياب. في تحديات يعني كبيرة حس في زمننا ده يعني. وأنا كأب وكمدرب وكمربي يعني معروف إنه حس يعني الشباب سهل جدا الضياع بتاعهم. أيوة ويطلعوا من التراك الأخلاق السكة القويمة. ما في حتة في السودان مجهزة إنك تجي فيها أطفالك وشبابك من هم في أعمار في بداية حياتهم تكون عندهم موهبة ينموها ومجتمع ينتموا له. دي أكثر حتة في السودان موجودة. لما بتجي هنا بتلاقي الأمهات قاعدين برا والأبهات قاعدين برا والأولاد والبنات في الميادين وفي شكل أسرة. وبتلقى زي ما أنت شايف ورانا حسي بتلقى لاعبين عمر 8 سنين و10 سنين. أنا ولدي عمره 7 سنين بيلعب تنس مع أصحابه. وبتلقى 12 سنة وبتلقى 15 سنة و18 سنة. ودي الأوقات الحرجة اللي أنت ما عايزهم يطلعوا الشارع ويمشوا في الصحبة السيئة وكده. بتلقان في مجتمع بيمارسوا فيه نشاط ورياضة تراب ويفرغ طاقته فيها وكده يعني. أنا عزيزي المشاهد الكريم سعيد جدا إن نكون في حضرة السيد خالد محمد طلعت فريد وطلت الزميلة والإعلامية وأستاذة منى جحا. واحتفيت جدا بحضوري مع الأستاذ شهاب الطيب الكابتن والمدرب. وأيضا كنت سعيد في هذه الشلة شلة التنس. لكن هي شلة أكبر من فكرة الرياضة. هي أعمق. هي دراسة حالة اجتماعية رؤية كبيرة جدا لمستقبل السودان شبابه وحتى كباره. إن شاء الله نتلاقى في شلة قادمة بتفاصيل قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي تحيا الفريق العام.